السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم مره واحده اخرى، ومرحبا بكم في القناه ديالي اللي تتهتم بالتراث وبالعادات والتقاليد، ومرحبا بالناس اللي هما نضافوا للقناه واللي هما جدادين علينا. فانا تنرحب بكم وتنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالكم، ونتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم. كذلك تنشكر الناس اللي كيتواصلوا معايا لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا عبر الخاص ديالي، واللي تيطلبوا مجموعه ديال الطلبات فيما يخص بعد الليله ديال العيساوة. فانا اليوم جيت نرضي واحد الطلب مجموعه ديال الناس، لانهم طلبوني انني نحاول نحط شي مقطع من الحمدوشيه في احدى الليالي العيساوة اللي قمت بالتصوير ديالها. واليوم انا تنقول لكم عند الطلب ديالكم، فاليوم ان شاء الله غادي نتمتعوا بمقطع من الحمدوشيه، من الامسيه اللي كنت نظمتها سنه 2017، امسيه الاولى على العيساويه، اللي نذكر ان حياها نقدم مصطفى بركات بالطائفه ديالو مع مجموعه ديال المقدمين العيساوة ومجموعه من الفنانين الكبار عندنا في مدينه فاس وفي المغرب. كيف ما كاينين المحبين ديال الطريقه العيساويه الصوفيه او الفن التراثي الصوفي العيساوي، كذلك كاينين المحبين ديال الطريقه الحمدوشيه، اللي كذلك فيها الناس قاموا بمجموعه من الابحاث، وكذلك فيها مجموعه من المعلومات. هاد جوج طرق الصوفيه في الاغلبيه كتربط بهم واحد العلاقه ديال ان دائما الناس اللي هما عشاق ديال هذا الفن الصوفي التراثي كتلقاهم عشاق كذلك ديال الفن الصوفي العيساوي. يعني وانا صغير تنعقل دائما على المعلمين الصنايعيه في جميع المجالات الصناعه التقليديه، محبين ديال الطريقه الحمدوشيه. في ماشي اسره في مدينه فاس كتحيي الليله العيساويه، فقبل منها كتكون كتحيي الليله الحمدوشيه، ودائما في احتفالات ديال المولد النبوي الشريف بالليالي ديال الاحتفالات كذلك كتلقى الليالي ديال الحماتشه. يعني داك الانتشار الكبير ديال الليالي ديال عيساوة في المدينه القديمه كان كذلك الانتشار الكبير ديال الليالي ديال الحماتشه في المدينه القديمه. بالإضافة حتى في الاحتفالات الخاصة ديال العائلات مدينة فاس، فكيف ما كانوا تيحييو الليلة ديال عيساوة كانوا تيحييو الليلة ديال حماتشة. غير هنا في هذا المقطع غادي نحاولوا أننا نحطوا مقطع حمدوشي من ليلة ديال عيساوة، اللي دائما في أغلب الليالي ديال عيساوة كانوا تياخذوا مقطع ديال حماتشة، حيت تيكونوا ضروري محبين، تيكونوا أهل حماتشة حاضرين، فتاهما تيديروا جديدة ديالهم. وبنفس الوقت في الليالي ديال حماتشه كتلقى محبين عيساوة او لا مقدمين تيكونوا حاضرين عيساوة، فضروري حتى هما تيديروا واحد الوناسه عيساويه في الذكر او لا بعد مقطع عيساوي. وانا تنوعدكم هذا المنبر في اطار اهتمامي في هذه القناه بكل ما هو تراثي،
يعني ان شاء الله ندوزوا هذه المرحله ديال الحجر الصحي وديال عدم التنقل من مكان لاخر، ولكن سنوعدكم انني هنا في مدينه فاس كاينين مجموعه ديال الناس اللي هما باحثين في الطريقه الحمدوشيه، وعندهم مجموعه من المعلومات اللي يمكننا نستافدوا منها. غادي نحاول انني نتصل بهم او انني ندير جلسات معاهم باش تكون الاستفاده عامه، ويقدموا لنا مجموعه من المعلومات. وكذلك كنوعدكم فيما ان شاء الله تكون شي ليله حمدوشيه عندنا هنا في مدينه فاس او في مكناس او في المغرب كامل ان شاء الله، نقوم بالتغطيه ديالها ونقوم باخذ مجموعه من المعلومات من الناس اللي غيكونوا حاضرين من المقدمين ديال الطريقه، باش ان شاء الله هنا نوثقوا امور اللي تبقى. اللي بغى يستفاد، اللي بغى ياخد معلومات، اللي بغى يدير بعض الابحاث، باش تكون استفادة عامة للجميع. اذا ما نطولش عليكم، غادي نخليكم عند الطلب ديالكم اللي طلبتو. هذا مقطع حمدوشي يعني في واحد 12 دقيقة، نتمنى انه يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومزيد ان شاء الله من الاعمال جاية في الطريق ان شاء الله. كونوا في الموعد، تابوناو في لاشين. يا رب صار واجب الله.
كنتمنى ان هذا المقطع الحمدوشي يكون عجبكم ويكون راقكم ويكون عند حسن الطلب ديالكم اللي طلبتو مني. ما ننساش انني نذكركم باش انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم وتحاولوا تابوناو في لاشين باش مازال انني تنذكر اننا نكبروا القاعده باش تكون الاستفاده عامه باش نقوموا بمجموعه من الابحاث ان شاء الله اللي عادي تستفد منها بلادنا ويستفد منها تراثنا ونوثقوها ونبينوا للعالم ان الحمد لله المغرب متنوع ثقافيا وتراثيا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.